قبل أن نتجه لمحور جديد بحلقتنا وهو ما يتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر، أدعوكم مشكورين لمشاهدة هذا العرض المعلوماتي عن أبرز التطورات الحاصلة بهذا الأمر، ومن ثم سنعود لمتابعة الحوار مع ضيوفنا. نرحب بكم مجدداً وبحضرتك دكتور سيد معنا لمتابعة هذه الحلقة، وينضم إلينا من الرياض الدكتور سالم اليامي المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية. أهلا وسهلا فيك دكتور سالم، وسأبدأ معك من كشف مصادر يمنية، مصادر هي لم يتأكد ذلك، عن لقاءات عقدت في صنعاء والحديدة بين الحوثيين وعناصر من تنظيم القاعدة في اليمن بهدف إقناعهم بالمشاركة بالعمليات البحرية واستهداف المصالح الغربية من خلال تنفيذ هجمات انتحارية. شو رأيك في هالأخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك سادة جمايا، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي سعادة الدكتور زميل الضيف، وأحيي أيضا كل من يشاهد هذا اللقاء. يعني ما تقولينه في الحقيقة هو يأتي من حالة البحث عن نصير حتى وإن كان الشيطان. أنا لا أستبعد مثل هذه العملية، لأن الجماعة الحوثية هي في وضع حرج في الحقيقة، خاصة بعد أن تكثفت الضربات الأخيرة رغم محدودية الدول التي تساهم فيها، لكنها تكثفت في الفترة الأخيرة وأصبحت على جهات معينة. وفي مثل هذه الحالة، ونعرف أن الوضع في اليمن ربما ليس مستقر أو ربما مسيطر عليه بالطريقة الكافية، فوجود جماعات يعني توصف بأنها ذا شأن في العمليات الإرهابية أو لديها شهية للمشاركة فيما يسمى بالدفاع عن فلسطين أو استخدام هذه العناوين الكبرى، أنا لا أستبعد هذا الموضوع في الحقيقة. لكن الجزئية الأهم أنا في تقديري، يعني هذا لم تؤكده لنا مصادر مستقلة. الشيء الثاني، يعني مثل هذه الجماعات لو أنها كان بينها مثل هذه اللقاءات، هي تفاخر بها، بمعنى أنها تعتقد أنها توفر لها مزيدا من الشعبية الجماهيرية كما يقولون فتعلنها. فيعني وإلى الآن على الأقل لم نستمع شيء من ذلك، لكن هو وارد، وفي تقديري هو وارد جدا. نعم، طيب أود أن أسألك عن استنجاد واشنطن ببيجين حول حرية الملاحة بالبحر الأحمر، كيف تقرأ ذلك بعد الضربات الثنائية الأمريكية البريطانية؟ هل ذلك كان للدعم الصيني أو بالعكس لأن الضربات لم تحقق أهدافها المرجوة كاملة؟ وأولا دعيني أقول حضرتك شيء أستاذة جمانة. الأول أن العلاقات الصينية الأمريكية هي علاقات ربما معقدة ومتشابكة، ويعني ربما ما طغى على العلاقات في الأشهر الستة أو الثمانية الأخيرة كان سلسلة من التوترات في الحقيقة، لكن هذا لا يمنع أن بين البلدين مصالح، ومصالح ضخمة وكبيرة جدا، خاصة في مجال التبادل التجاري. هذا رقم واحد. الشيء الآخر،
هناك المسارات الدبلوماسية، وهي التي ربما يعني أمريكا تستطيع الضغط على الصين أو مقايضتها ببعض المواقف في مجلس الأمن حول يعني قضايا في بحر الصين الجنوبي. الشيء الآخر، أنا أعتقد أن الصين تقدمت في الحقيقة بتسهيل وبمباركة وربما يعني تيسير أمر الولايات المتحدة الأمريكية. في يوم 10 من هذا الشهر، تتذكرين أختي الكريمة ويتذكر السادة المشاهدون، أنه استصدر قرار من مجلس الأمن 2722 يوم 10 يناير هذا الشهر، وهذا القرار يعني صدر تحت الفصل السابع، بمعنى يخول الولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا استخدام القوة ضد الجماعة الحوثية. هذا في تقديري هو يعني بشكل منفرد يعني يا دكتور، بشكل منفرد بقرار من الدولتين؟ ليس بشكل منفرد، هم حصلوا على قرار من الأمم المتحدة من مجلس الأمن، والصين وروسيا لم يعني تستخدم حق الفيتو. ولكن يعني الصين أعلنت أن مجلس الأمن لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، هذا التنديد واضح بالضربات الثنائية. يعني نعم، لما المجلس الأمن يبيح عمليات ستتم تحت رايته وليس بهوية لدولة ما. أنا في تقديري أستاذة أن صدوره من مجلس الأمن هو يعني موافقة أو على الأقل عدم ممانعة صينية، هذا في المقام الأول. في المقام الثاني، البيان الذي صدر من الصين في الحقيقة على الأحداث التي تجري في البحر الأحمر كان بيان عادي في الحقيقة، وكأن الأمر لا يعني الصين. الشيء الآخر، كلنا نعرف أن المتضرر في منطقة البحر الأحمر هو أوروبا وأمريكا أكثر مما يتضرر الصينيون. الصينيون يتضررون بطبيعة الحال وكما غيرهم، لكن ليسوا بالدرجة التي تتضرر بها الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. هذا كل هذه في تقديري المعطيات هي تجعلنا أمام يعني حالة من الكشف عن العلاقات المتشابكة وربما المعقدة بين الجانبين. وربما سمعتي أو سمع الأخوة والسيدات والسادة المشاهدين أنه خلال الثلاثة الأشهر الماضية كان هناك اتصالات بين الجانبين الأمريكي والصيني وعلى أكبر المستويات، على مستوى السيد جاك سوليفان وعلى مستوى وزير الخارجية، ويقال أنها عقدت جلسات ومحادثات بين رسميين من الجانبين هنا وهناك. معك حق دكتور سالم. انطلاقا مما تفضلت به سأتحول لدكتور سيد. الاتحاد الأوروبي، ذكر الاتحاد الأوروبي دكتور سالم، أعلن أنه سوف يتحرك منفردا لردع تهديدات الحوثي. برأيك هل الولايات المتحدة ستضع رايتها وتسلم موضوع ما سمي حماية الازدهار في البحر الأحمر للأوروبيين، أم أن العمل سيكون مشتركا؟ لا، لازم نفرق فندم ما بين يعني في قوات مشكلة بالفعل وقوات جاري تشكيلها. يعني عندنا مثلا حلف شمال الأطلسي ناتو، ده مشكل في الأساس. في عندنا القوة الأوروبية، دي مشكلة بالفعل ودي مبادرة فرنسية ودول أخرى، أعتقد كانت 9 دول. وفي حارس الازدهار المكمل للفرق 150 وحتى 153. طيب، مشكلة، ولكن لا ننسى أن حارس الازدهار في دول أعلنت بالمشاركة بالفعل، ناس تشارك فيه من داخل أوروبا ومن خارج أوروبا. المشكلة في فرنسا وبعض الدول الأخرى التي لا تريد لا أن تكون تحت المظلة الأمريكية، بقدر لا تريد ألا تكون تحت قوة أوروبية دولية أمريكية متكررة بعد 150 51 52 وخاصة 53 التي تقوم بمهمها حارس الازدهار. ولكن هذا ليس معناه لا التنافس ولا عدم العمل المشترك. دي نعم، نقطة مهمة جدا، بمعنى لأن لما بيكون في حاجة اسمها فندم الكومبايند ميشنز أو تاسكس، اللي هي المهام المشتركة، سيكون لديهم إذا هذا ما تم مهام منفردة أو منفصلة، ولكنها في النهاية بتحقق استراتيجية أنا أعتقد واحدة، لأن ما ينفعش قتال كل على حدة بدون تنسيق على سبيل المثال إذا ما تم هذا بالفعل. نعم، أعود للدكتور سالم باختصار لو سمحت لضيق الوقت. دكتور، تداولت بعض المعلومات بأن قيادات الصف الأول للحوثيين زارت طهران سرا وجرت مباحثات. برأيك هذه المباحثات، خصوصا مع طلب الحوثي من المسؤولين البريطانيين والأمريكيين في المنظمات الأمم المتحدة والدولية بمغادرة اليمن،
هل هي صدفة أو بالتنسيق؟ أنا أعتقد في الحقيقة وهذا تعودنا عليه يعني مع كل الجماعات التي تعمل مع إيران، هي أنها في اللحظات التي يعني ربما تكون حرجة أو حركة يعني لحظات قاسية يكون هناك يعني محاولة منها للالتصاق بالجانب الإيراني. أنتم تعرفون في يعني على سبيل المثال ما حدث في غزة قبل فترة، يعني في الفترة ما قبل هذه الأزمة الأخيرة، كان هناك قيادات من الصف الأول في تنظيم حماس كانوا موجودين في يعني في طهران. الشيء الآخر، هناك قيادات كما تقول بعض التصريحات و في الصف الأول والثاني حوثية هي موجودة أو تتنقل بين سلطنة عمان وبين طهران. هذا في تقديري يعود لسببين رئيسيين. السبب الأول هو أن هناك يعني محاولة لقطع الحبل السري في توريد الأسلحة من طهران إلى ميناء الحديدة، وهذه أنا أعتقد أنهم يجتمعون في طهران لبحث هذه المشكلة. الشيء الآخر، يعني ربما الحوثيون يبحثون عن ما يمكن أن نسميه بالدعم المعنوي الذي يريدون يعني أن يكون هناك بيانات وتصريحات على المسؤولين الإيرانيين. وأنا استمعت حقيقة في أكثر من، وكلنا استمعنا في الحقيقة، مثلا سيد خامنئي أشاد بيعني شجاعة الحوثيين، وزير الخارجية الإيراني أيضا تحدث وقال أنهم أمهلوا الأمريكان فترة معينة حتى يعدلوا وضعهم مع الحوثيون. أنا أعتقد هذه هي المسارات الرئيسة لمثل هذه العملية، لكنها في الغالب وفي الظروف الطبيعية والتقليدية هي غير مستقربة. يعني طهران هي الحاضنة ربما الطبيعية، وربما نعم. طبيعية جدا لهذه الحالة. وضحت هذه الفكرة. أشكر جزيلا مشاركتك معنا من الرياض الدكتور سالم اليامي المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، والشكر موصول بالطبع لضيفنا بالاستوديو الدكتور سيد غنيم الخبير العسكري، وكان أيضا معنا من القاهرة سعادة السفير محمد حجازي. شكرا لكم، نفس الزمان والمكان، إلى اللقاء غدا بإذن الله.